عارف ليه بيمشوني، كل لما بروح اي وظيفه قلقه اللي معايا بيأذوني، بتبهدل واتعب وادي الشغل، ويا ريت بتعامل زي الناس مع ان اكتر واحد مطحون لا بيرضوا ولا بيحبوني. اشمعنى الناس كلها بتزيد وانا بس لوحدي مش متشاف؟ بعمل كل اللي قالولي عليه وافضل مركون، هو انا شفاف؟ بيحاربوا طموحي في اكل العيش ولا بيقدروا ولا بيحسوا، ويقولوا يا تظبط يا نمشيك، ما تمشوني وانا يعني هخاف؟ يشكروا في الناس وفي عمايلها وانا بعمل برضه وبتهمش، ومدام كده كده مش هيشوفوا فبقيت استقصد مهتمش، ما هو غيري مقضيها ونايم والكل بيحلف بكفاءته، اما انا شغال زي الساقيه وعلى راسي الهم ما يتلمش. حققت التارجت 100 مره، قال ايه ده الواجب والعادي، وما خدتش حاجه من التارجت غير كمل شغلك ده العادي، زملاتي بيتجمعوا تما وما يعزمونيش، قال ايه شكاي، وانا اكتر واحد ببقى مريح ووجودي خفيف، بقعد هادي. اسمع، انت ضحية فعلا يا صديق، بس انت ضحية لأفكارك، على طول بتقول انك مظلوم وبتجري عشان تاخد طارك. اثبات الذات مش بالعافية ولا بالخناقات ولا بالشكوى، اثبات الذات انك تدي وتقيد المطفي بإصرارك، تسمع وتقيم وتحاول بمرور الوقت تسيب تأثير. المكسب دايما للمعطاء مش للي بيفضل يشكي كتير، افرح للغير على خير جاله وبارك له وروح كمل شغلك، صدقني اللي بيتعب دايما بيلاقي وبيشوف التقدير. مش عيب انك تسأل غيرك هو انا مظلوم ولا مقصر، العيب انك تفضل مخدوع وتسب في غيرك وتكسر. لو بس حاولت تشوف نفسك وتركز بس ازاي توصل، هتشيل من قلبك حمل تقيل وتقل المسافات وتأثر.